بعادكم ولا قريبين لمرادكم دايم سالمين ما اقول غير في الصخر عشان يوصل للي وصل اليوم. احنا كانت واجهتنا صعوبات في السنوات اللي راحت، فما بالك في محمد في من 60 سنة. لكن بالتأكيد انه هو والكثير من زملائه يعني ضربوا مثل في الإصرار والعزيمة، وان الموهبة تستطيع ان تنتصر في الأخير. الفقر اللي عاناها يمكن الفترة هذه اعطتها حافز إنه يثابر ويبدع ويسعى إنه يحقق هذا النجاح، والحمد لله طبعاً حقق هذا النجاح. وهو دائماً يقول في دعوات والدته الله يرحمها، يعني هي كانت سبب رئيسي إنه أكيد يعني من بعد رب العالمين إنه حقق هذا النجاح. المجتمع السعودي في وقت ظهور محمد عبده كان يتسم بالمحافظة الشديدة. المناخ الفني الآن مفتوح بشكل كبير، وفرص الفنان في الصعود والنجاح الآن متاحة بسبب الانفتاح اللي حاصل في الثقافة والفنون. ولكن محمد عبده حفر في الصخر لكي يصبح محمد عبده، لأنه كان في مجتمع محافظ الفن فيه في صراع مع محافظة المجتمع، فهو رفع قيمة الفن في المجتمع ورفع قيمة الفنان في المجتمع. إن الثقافة اللي يملكها محمد عبده وهو قارئ نهم في كل المجالات، يعني ما هو في مجال معين، هذا كله لا شك انعكس على الفن اللي يقدمه، على الذائقة العالية التي يقدمها للمستمع. في بداية محمد عبده وبداية الأغنية السعودية كانت اللغة الحجازية هي اللي دارجة، واللهجة الحجازية هي اللي دارجة في الأغنية السعودية. لكن محمد ما اكتفى بهذا، بالعكس تعامل مع فنانين من نجد، تعامل مع شعراء كبار، كان عنده اختيار مميز في اختيار النص، في اختيار الكلمة من بداياته. الفنان محمد عبده يعتبر من أعظم الأصوات اللي ظهرت في الجزيرة العربية في 100 سنة اللي راح. اللي يميز فن الأستاذ محمد عبده هو قربه من الوجدان، قربه من الإحساس، دائما أغنياته تلامس الأحاسيس والدغدغ المشاعر، والدليل أن هذه الأغاني عاشت لسنين طويلة، يعني حتى وإن كانت قديمة 50 أو 60 سنة ما زالت عالقة في أذهاننا وفي وجداننا. أظن هذا الشيء يميز فن محمد عبده. محمد عبده فنان لن يتكرر، لأن محمد عبده مدرسته اللي هو متفرد فيها لا يمكن لأي فنان حالياً في الوطن العربي أن يخوض التجربة هذه بنفس الحرفية اللي خاضها فنان العرب محمد عبده. محمد عبده مدرسة بحد ذاتها. محمد عبده علمنا شلون نغني باستاذته. محمد عبده
سابق عصره بصراحة. أستاذ محمد عبده في نظري من أهم الأساتذة الموسيقيين ومن أهم أساتذة الغنى في الوطن العربي. مدرسة كبيرة جداً بالنسبة لي، مدرسة في الأداء، مدرسة في الوقفة على المسرح، مدرسة في الأداء المسرحي. بالنسبة لي بشوفه من أهم من أدى على المسرح الغنائي في الوطن العربي. تاريخه حافل بالأعمال الموسيقية الكثيرة، غنى لكثير من الملحنين، قدم ألوان كثيرة، ساهم مساهمة كبيرة جدا في إثراء الساحة الفنية في المملكة العربية السعودية. دائما نحن بنشوفهم مرجع إنساني كبير، لأنه أنا بالنسبة لي كتير مهم هاي الخلطة ما بين الإنسان والفنان. إذا ما كانوا موجودين الاثنين مع بعض على نفس القدر بيخرب شيء من المعادلة، لأنه هو عامل مثل الميزان. أي فنان المفروض يكون قد ما عنده فن قد ما المفروض يكون عنده إنسانية، قد ما يكون عنده أخلاقيات قد ما المفروض يكون عنده إنسانيات. محمد عبده على مدار 60 سنة قدر يوازن كل هدول مع بعض ويكون هو يمكن أعدل الميزان بالوسط الفني. سر نجاحه وتميزه واستمراريته أكيد إنه هو محافظ على صوته، أكيد يمرن صوته على طول. الله ميزه كمان في إن أعطاه هذه القدرة في التمكن في الغناء، في الحضور على المسرح. عسى الله إن شاء الله يطول بعمره وهو ما زال في هذا العمر، مثل ما يعني تعرفون 60 سنة من العطاء، وهو ما زال أنا أشوف محمد عبده على المسرح هو نفسه. الفن صورة واحدة بلا شك، ولكن الاختلاف فيها الأصوات. صوت جميل، وهذا ما يميز محمد عبده، أنه صوت قدر يوصل كل ألوان الفن بصوته الجميل. سعودي قدير، أسطورة الفن العربي والسعودي، وعشانه ذهب فيستاهل الذهب، هذه الأسطوانة الذهبية من الذهب الخالص. اليوم قاعد أراجع أرشيف محمد الفنان الوحيد في العالم اللي غنى الوطن أكثر من 300 أغنية. محمد، كل واحد عندنا في القاعة الآن وفي الجزيرة العربية ويمكن في العالم العربي كله له ذكرى معاك في يوم من الأيام في 60 سنة اللي فاتت. محمد، كلنا نسمعك بقلوبنا، ما نسمعك بأسمعنا. محمد، تستاهل كل خير. أنا مش عارف، جمايل أبو ناصر كثيرة جدا، وهذه أجمل هدية وأثمن هدية باين عليها. كانت أجواء جميلة جدا، يعني الجو رائع والجمهور رائع وحضور أبو ناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ من أروع الأشياء اللي نجحت المهرجان. حقيقة حاجة أشكر عليها الترفيه وأشكر عليها رتانة كثير. تكريم في ليلتين بعد هذه المسيرة العظيمة والكبيرة، إيش يعني لك هذا التكريم اليوم؟ حقيقة شوف، الإهداء اللي حصلت عليه معالي المستشار تركي آل الشيخ ما هو غريب طبعا عليه، ياما أكرمني بهدايا
وحقيقة شيء اعتز به جدا يعني. هيئة الترفيه بتعمل أشياء متقدمة جدا سواء في كل حفلات الرياض والمملكة العربية السعودية، بس اللي حصل اليوم طبعا هو على قمة الاستعدادات وقمة جمال الديكور والحلاوة. وليلة كانت الفرقة، وليلة كانت الفرقة، لله الحمد. يعني كانوا ليلتين دسمين، اللي هم اليوبيل الماسي الفنان العرب محمد عبدو، وأكيد يعني هذا الفنان مهما نعمل له احنا مقصرين في حقه، فنان كبير ويستحق، بل يعني يمكن لازم نعمل له أكثر من كذي، بس الحمد لله إن عملنا ليلتين دسمين، نال إعجاب فنان العرب بالدرجة الأولى وإعجاب الجماهير. كانوا ليلتين متعبين لأن مثل ما شفت جهد جبار كان من فريق العمل، ما قصروا أشكرهم بعد، بس الحمد لله طلعوا ليلتين حلوين. والله مثل ما قلت لك يعني يعني لي الكثير لأنه يستاهل، لأن عالم من أعلام مش المملكة العربية السعودية فقط، الوطن العربي. محمد عبدو لا يحسب فقط أنه فنان سعودي، لا هو فعلا فنان العرب. يعني أنا أعتبره من الفنانين اللي بمصاف الله يرحمها السيدة أم كلثوم، الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، فمحمد ينحط هالمصاف يعني. نحن قلنا 15 يوم صراحة كان شيء عظيم اللي صار من ناحية البروفات، من ناحية الترتيبات لأستاذ محمد عبدو. 60 سنة أنا كان لي الشرف، وشرف كتير كبير، وهذا الشرف منحني إياه رئيس شركة روتانا أستاذ سالم الهندي، اللي بعتبره بمثابة أخي كبير، اللي خلاني أني أقدر أكون جزء
جزء صغير من مسيرة حياة الفنان العرب محمد عبده أن يكون ماسك إدارة أعماله من خلال شركة روتانا. فهذه أول شيء بشكره على هالفرصة اللي أتح لي إياها، وأنا فخور فيها، واليوم فخور أكثر أنه أنا عم بكون موجود بهالتكريم العظيم اللي عم تعمل المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة، طبعاً بإشراف وبترتيب يعني بتخطيط وبتنفيذ من معالي المستشار تركي آل الشيخ الله يطول بعمره، وطبعاً نحن كتنفيذ على الأرض كله بإدارة رئيس شركتنا الله يطول بعمره الأستاذ سالم الهندي. فشي عظيم صراحة أنك تشهد هالمرحلة هذه، يعني مرحلة اليوبيل الماسي لستين سنة، هذا شيء عظيم. ما بعتقد يعني مطربين الله يطول بعمره وصلوا لهالمرحلة، عادة يوبيل الخمسة وعشرين سنة، يوبيل الخمسين سنة، لكن ستين سنة أنا كانت غريبة علي. فالله يطول بعمرك أبو نورة، نحن فخر لألنا نكون هالجزء البسيط اللي نحن ماشيين معك فيه ومواكبينك فيه، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن. أستاذ محمد عبده اللي بيحببك بالشغل معه، هذه دائما بفكر فيها وقلي هيك دائما بتخطر ببالي، انه كل حفله او كل نشاط نحن عنا اياه بتحسه اول نشاط عم يعمله. يعني اوقات بيكون عنا حفلتين مثل هلا، هو الحفلتين مثلا في اغاني كثير مغنية، يعني تخيل من 60 سنه، يعني العالم حافظينها، الموسيقيين حافظينها، بتلاقي لا هو عنده شغف انه لازم ينعمل بروفات، ولازم تتنوت الاغاني عن جديد، ولازم تنكتب نوتتها، في تفاصيل. يعني هو ما شاء الله عليه ما وصل استاذ محمد للي هو فيه اليوم الحمد لله، من انه في بعض الناس بتعتبر في شانس ولا الحظ بيلعب دور ولا لا لا، استاذ محمد انا برايي تعب لليوم ما في اي عمل بيقوم فيه ب بي 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 لا سمح اعذروني على التعبير استلشاء ولا يعني يلا حفله وبتعد، لا ما في هالكلام، في تعب لكل حفله وكانه اول حفله بيعملها وكانه اول مره بيغني. أول شيء مساكم الله بالخير، سعيدة اليوم جدا أني أكون مشاركة مع فنان العرب وهرمنا السعودي اللي نفتخر فيه ونعتز فيه، وسعيدة جدا. أنا بالنسبة لي هذا أنا لي تكريم بأني أكون اليوم مشاركة، هذا بالنسبة لي لما في يوم من الأيام يكون في سيفيل داليا، هذه من الأمور اللي أفتخر فيها وأعتز أنها تكون في تاريخي، أني اليوم أشارك في تكريم أسطورة وفنان ما حيتكرر. مبادرة غير مستغربة، معالي المستشار يعطيه العافية، تعودنا منه يكرم الفنانين اللي أعطوا عمر للفن وحتى كل المجالات، يعطي العافية ويشكر، وإحنا أكيد فخورين باللي قاعد يعمله. كل ما نسنس كل ما نسنس من الغالي هبوب حمل الناس ما سلام ولا محتسل ولا محتسل في عرب الجنوب عارق رموز الغراب. كل ما نسنس كل ما نسنس من الغرب هبو حمل الناس ما سلام. هو أنا موجود في الليلة الأولى اللي هي الأوركسترا، الليلة الثانية هي أكثر أغاني شعبيات، الجمهور برضو محب اللون الثاني الشعبي اللي فيه الأغاني القديمة اللي ليه علاقة بالهوية السعودية،
فأنا موجود النهاردة في ليلة هي أوركسترا كبيرة حاضرة على المسرح فوق 150 عازف. الأستاذ محمد يستحق هذا اليوم اللي بنسميه اليوبيل الماسي. تاريخ كبير مشرف، يعني أنا ما أقدرش أقول تاريخ بلا أخطاء، لكن الأستاذ محمد ما بيعرفش يغلط، ما بيعرفش يعمل ألحان عادية، ما بيعرفش يغني أغاني تجارية مثلا، لا، راجل بيقدم فنه، بيحترم فنه، بيحترم جمهوره. فليلة مهمة إن شاء الله، ربنا قدرنا نعمل حاجة حلوة فيها بإذن الله. يعني معالي المستشار محب للفن، معالي المستشار تركي الواحد يعني يحتار يتكلم عنه، عن 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 اهتمامه بالفن ودعمه للفنانين، مش فقط الفن الغنائي والطربي، هو مهتم بجميع المجالات اللي ليها علاقة. زي ما بنقول ايه، هيئة الترفيه هي فعلا هيئة الترفيه شاملة، الكلمة دي اشمل واعم من انها تقف عند الغنى بس او تقف عند الحفلات بس، لا، المعالي مهتم بكل حاجة، ويجي في وسط ده كله وفي وسط انشغالاته دي كلها ومهتم بالحبيب اللي بيحبه، الشخص المقرب إلى قلبه فنيا وإلى ودنه سمعيا، بيحب الفنان محمد عبده، فكلنا من محبين الفنان محمد عبده. بس بسألك عن هذه الصورة، هذه الصورة لها قصة أو لها سالفة، قل لنا عنها. أنا يعني من أحلى الصور اللي شفتها، بس أخبرك شو اللي صار بالضبط. إخواننا بهيئة الترفيه أخذين قرار إنه الحفلات اللي بتنعمل موسم الرياض إذا الله راضي وتمم كلها على خير، إنه يكون في صور هن يصوروها للمطربين وهم يعملوا لها الديزاين. يعني فكرة جدا ممتازة، يعني كأرشيف، وبنفس الوقت بيصير فيه صور جديدة، أي ساعة ما في أي نشاط يكون الصور موجودة. فأجوا فريق التصوير على جدة طبعاً، وعملنا الموعد وعملنا يعني فوتو سيشن كانت حلوة، قضينا نهار نحن وياهم. فلما خلصوا كل الكادرات اللي هن عايزينها وغير أتواب يعني خلصوا كل شيء، فهو نحن عم نصور حاسوا أنا يعني في شيء بده يطلعوا بعد ما أو ما وصل بعد بينه وبين الفريق اللي هني مجتهدين، وبوجه لهم تحيه لانه محترفين ومبدعين وعملوا شغل بياخذ العقل. بس هاي الصوره بالتحديد لما خلصوا قال لهم انا بدي ظبط كادر وتصوروني صوره انا يعني انا حابب صورها. فطبعا قال زيحوا الكرسي هيك وانا قعدت هيك وجيب الكاميرا من وراي، مصورين طبعا عم بي يعني استاذ محمد عم بيحكي بالاخر، عنده خبره واسعه ويعني عارف شو عم بيعمل. فاجوا صوروا الصوره وشافها هو قال لهم اوكي خلص يعطيكم العافيه. فلو ما في، نحن ما شفنا الاعلان قبل ما نزل، استاذ محمد ما شاف يعني صورنا وخلص ونزل الاعلان. لما نزل الاعلان تفاجئنا انه اللي اختار الصوره مختار الصوره يلي استاذ محمد هو اللي اشتغله، وما حدا عنده علم. يعني الجماعه اللي اختاروا الصور ما عندهم علم انه هالصوره هو اللي رسمها كيف تكون. وفجأة صارت بالإعلانات والحمد لله حققت نجاح كبير، الناس فرحت فيها والله. فهيدي على سبيل الأشياء اللي هو مبدع ما شاء الله عليه، هو فاهم الحمد لله بكل شيء، مسرح، تلفزيون، إعداد، إخراج، موسيقى، يعني كل شيء الحمد لله، الله يطول بعمره. أكيد يعني تكريم جدا جميل، وإحنا أساسا كلنا يعني نتمنى زي كذا وأحسن دائما. كانت ليلتين جدا جميلة، وخاصة كمان اليوم بعد ظهوري فيها. إن شاء الله أنه يعني كنت عند حسن ظن كل المستمعين.
تعني لي كثير وتعني لأي أحد أساساً ممكن يكون مكاني. بالنسبة لي يعني كانت فرصة جميلة أني أسمع الناس صوتي والناس تعرفني أكثر، ومجرد أساساً وقفتي في مسرح وجنب الفنان العرب محمد عبدو هذه الحالة أساساً تكفيني يعني. الحمد لله هو كان جدا مبسوط بصراحة باللي سمعه مني يعني، وكان له تعليق انه يعني انت غنيت الاغنية احسن مني، بس طبعا انا في رأيي ما في اي احد احسن من محمد عبدو. لا هي نار ولا هي ماء، لا هي غيمة ولا ضماء، ان حكت غنت سنابل من رضاها، والسكوت إن صار نيران الغضاء. يعتري عيد الشقا يوم فرقان، ويعتري عيد الفرح يوم يوم أشوفك. الفنان محمد عبدو له ارتباط وثيق بوجداننا من تقريبا 50 سنة أو 40 سنة، ويعني اليوم أو الليلة وقبلها يعني هو قاعد يقدم حبه للناس اللي أعطوه إياه خلال الفترة اللي قدم لنا فيها أغاني. شرف عظيم أني أنا أغني بجانب العملاق محمد عبدو فنان العرب، أغني أغنية من أغانيه، والأغنية اسمها أصلاً يمثل شيء في داخلي تجاه الأستاذ محمد عبدو. واتفقنا انت اكثر انت اكثر من عدد رمل الصحاري، من المطر أكثر وأكثر، من عدد رمل الصحاري، من المطر أكثر وأكثر. كيف نخفي حبنا والشوق فاضح. فخورة وسعيدة جدا بوجودي بالاحتفال باليوبيل الماسيل الكبير أبو نورة. سعادتي كفنانة وأنا طفلة سمعت ووصل لمسامعي في مغرب وطننا العربي في بلدي، وأنا اليوم في بلدي الثاني السعودية أحضر لتكريمه. هو كان دائما دافع لي في مشواري أنه أتعلم من إصراره ومحبته للفن واحترامه لجمهوره وموسيقته وللكلمة. اليوم أحضر لتكريمه هذا حاجة كبيرة تخليني أيضا أحلم بيوم يكون في تكريم لي أيضا. يعني هو فنان يحتفى به من المحيط للخليج ويحتفى بمسيرته، ومدعاة للغبطة من جميع الفنانين أنه this is the model أو للأيدل للفنانين. فمبروك عليه ولأيام كثيرة قادمة للاحتفاء به وبتاريخه وبفنه. مبروك عليه، وكان حيوك نقول شكرا على كل نوتة أنا شخصيا تعلمتها منه. أحلى تفاصيل على الباب والترحال والهيل والقمرة اللي نورت ليل ونهاري على الباب. كل التفاصيل على الباب وأحلى تفاصيل على الباب والترحال والهيل والقمرة اللي
كثير كثير كثير. يعني اول شيء شكر كثير كبير للاستاذ محمد عبده، شكر لهيئه الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكر لروتانا، شكر لكم عن جد. يعني السعوديه تحتضن المواهب دائما، والحمد لله يعني اجت فرصتنا نكون على مسرح محمد عبده اليوم. صراحة شعور كتير غريب صراحة صاير معي، أبدا ما توقعت أنه ممكن تصير هالفرصة بهالسرعة. نحن مالنا كتير زمان موجودين بهذا المجال، فصراحة هي فرصة كتير كبيرة، وهذا يعني فخر كتير كبير أنه نكون مشاركين بهيك ليلة للتاريخ صراحة. ولا حنا مثل ما حنا بعدكم ولا